السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى رؤية الزيت في المنام؟ زيت الطعام أو زيت الزيتون أو زيت عافية أو زيت ذرة، أيا كان نوع الزيت اللي انت شفتيه، أنا رأيت إن أنا شفت زيت في المنام. الزيت طبعا دليل على مشروع ناجح، دليل على رزق مادي، دليل على أن أنا هطحن وهتفرم في الدنيا دي، ولكن هيأتي في نتيجة بتخطي بعض الأزمات الصحية أو المادية. رؤية الزيت وكمان دهنه بالجسم دليل على الشفاء من التعطيل، ودليل على الشفاء من المشاكل الصحية، ودليل على فك الكرب والهموم وزوال المصائب عن الحالم. رؤية دهن الشعر بالزيت دليل على طولة عمره، ودليل على الشفاء من تعب صحي. شرب الزيت بكميات كبيرة للأسف مشكلة، دليل على ضغوطات مادية ودليل على مشاكل صحية. أما لو رأيت أن أنت بتشربي زيت ولكن بكمية قليلة جدا، دليل على منفعة من المال ودليل على الشفاء من تعب صحي. كمان رؤية كميات الزيت الكبيرة كبيرة بشكل مبالغ فيها للأسف دليل على هم أنت بتحاول تتخلص منه، ولكن ستجني بعض المال الكثير بعد هذا الهم. رؤية كمان الزيت هنا دليل للمتزوجة على حمل بذكر، ودليل للحامل على مولود ذكر. رؤية شراء الزيت هنا من الرموز التي تدل على الطموحات لصاحب الرؤية، سواء للمتزوجة أو للعزباء، للحامل، للرجل، للمطلقة، دليل على أمنية سهلة ميسرة ستكتسبيها الفترة اللي جاية. سكب الزيت على الأرض ليس طيب، بل تشير إلى خسارة مادية، خسارة زوج، أو خسارة ولد، أو دليل على عدم منفعة في مشروع. الزيت هنا لو رأيت ان انت بتطهو بي اي طعام بتشير الى سداد دين المقروب، وبتشير الى ان في فرج قريب للحالم في حياته المادية في اقرب وقت. والله اعلم.